جميل جدا. طب احنا عايزين برضو يعني واحنا بنتكلم النهارده عن المشكلات تطرقنا الى مشكله التوقع البكتيري. التوقع البكتيري طبعا من المشكلات اللي هي ممكن تصيب التوقع الطماطم. البكتيري مرض جديد بالظبط انتشر كده. بقاله سنتين. احنا بنعالج الاصابه بتاعته دايما بالمركبات البكتيريه. في حاليا في السوق مركبات بكتيريه، وفي مركب الاتوسيد ده مبني على عنصر الاكسجين بيعمل عمليه تعقيم للنبات تام، وبيعقبه طبعا رشه فطر جاهزيه نحاسيه فتقضي على الميكروب معانا. فبالتالي بنصح المزارع اذا ظهر عنده التوقع البكتيري عدم زياده التسميد الازوتي، بيهتم بالكالسيوم، يهتم بالفوسفور والبوتاسيوم، يقلل من مركبات نسبة الأزوت لأنه بيدفع عملية الإصابة الزيادة. بنعالج بالأتوسيد ده مطهر عام، يعني حاجة كده بتعمل استخلاص للنبات. الأتوسيد بقى أقول لي هستخدمه إزاي؟ الأتوسيد هو عبارة عن عبوة فيها 400 جرام بيتم نقعها لمدة ساعة ثم استخدامها مباشرة، ما بتستناش زيادة عن ساعة لأن طبعا مركب الأكسجين بيتصاعد او بيتاكسد بعد كده ما بيوش بتقل الفعاليه بتاعته. يعني اذا اتوسيد هو مركب مبني نفس فكره ميه الاكسجين كده، يعني هي فكره مطهره بس له وقت، يعني هو بيتخمر لمده ساعه ومجرد ما يتخمر على طول اشتغل بيه. لو قعد اكتر من ساعه خلاص باظ، يعني انتهى ملوش لازمه. طيب ايه الحل؟ لو انا لسه عندي المساحات بتاعتي لسه ما اتغطتش بشكل كامل، بعمل شويات، بعمل كده حبه واشتغل بيهم يخلصوا، اعمل كمان حبه اشتغل بيهم يخلصوا وهكذا، لان هو من المركبات اللي بتحتوي على ميه اكسجين لازم اشتغل بيها وهي نشطه. اذا قعدت فتره خلاص ما بعدش له لازمه. بالظبط. بعد بنستخدم مركبات نحاسيه، وفي مركب الفوتاسول ده عباره عن فوسفور وبوتاسيوم فوسفايت. الفوسفايد بيديني مناعه ضد الامراض الفطريه باول نبات، وفي نفس الوقت بيزود معاه نسبه العقد والتزهير. طيب خلينا بقى نتكلم عن موضوع التوقع البكتيري، ودي كانت مشكله من المشكلات اللي عندك. خلينا نعرف برضو اسباب هذا التوقع، يعني اكيد في حاجات بتزود التوقع ده، يعني هل مثلا درجه رطوبه التربه وعدم هو الرطوبه الزياده وعدم ضبط عمليات الري له علاقه بالتوقع البكتيري؟ رطوبه زياده وعدم انتظام في التسميد، زياده الازوت، عدم اهتمام الكالسيوم، فلازم بنصح الاخوه المزارعين بزياده الكالسيوم واهتمام الفوسفور مع بوتاسيوم في رش التسميد الورقي. جميل جدا. طبعا الفوسفور من اهم العناصر اللي لها علاقه بعد كده كمان في المراحل المتاخره وعمليات التلوين، ده مهم جدا. الكالسيوم له علاقه كمان بصلابه الثمره وان انا بطول الشيلف تايم بتاعها، يعني اقدر اتداول الثمره طازجه لفترات اطول. في ناس كتير جدا ما بتهتمش بالكالسيوم، في ناس كتير قوي ما بتهتمش بالفوسفور ومركزين قوي في الازوت يا جماعه. يعني ثقافه الفلاح المصري مبنيه دايما على الازوت ان هو ده ايه حته اللحمه بتاعت النبات. كل ما بزود في الازوت انا بيحصل لي مشاكل، يعني بيحصل لي مشاكل ان الورقه بتاعتي بتكون غضه زياده عن اللازم وبتكون خضراء قوي زياده عن اللازم وجاذبه لكل الافات، بتعمل لي مشاكل التوقع البكتيري، بتخلي مجهود النبات كله رايح في النمو الخضري مش في العقد وفي الاثمار وفي التلوين والتحجيم. عشان كده بنقول التوازن مهم جدا. وكمان مش بس ده، يعني كمان موضوع توزيع جرعات الاسمده ده موضوع مهم جدا. فكره ان انا باخد يعني القطع، يعني الكميه اللي انا محتاجها من الازوت تديها للنبات مره واحده، ده بيعمل لك كارثه، بيجيب تخمه للنبات. زي انت كده لما بتبقى قاعد وتقوم واكل فرخه، جسمك هيستفيد بربع فرخه والتلات ارباع هتتخلص منهم في المخلفات. اللي بيحصل هنا بقى مش كده وبس، ده انت بترفع ملوحه التربه وانت بتلهب بتعمل مشاكل في الشعيرات الجذريه بتاعت النبات وبتسد مسام التربه، وكمان بتستهلك ازوت وترجع تشتكي وتقول الاسمده مش مكفيه والله والحقونا والوزاره. الموضوع يعني وزاره الزراعه تشوف لنا حل. لا، الموضوع كله ان احنا نقدر نقلل استخدامنا للاسمده بتوزيع عادل لوحدات الازوت اللي محتاجها النبات. النبات محتاج وحدات ازوت شكلها ايه، نوزعها على كام جرعه على كام وجبه، وبالتالي النبات يستفيد وما يحصلش عندنا مشاكل ملوحه كمان. طيب خلينا اكمل مع حضرتك النهارده في محصول الطماطم، يعني نعرف برضو منك اهم الاصابات اللي بتصيب الطماطم في الوقت ده من السنه تحديدا، في الوقت اللي فيه تباين في درجات الحراره، في الوقت اللي فيه درجات الحراره مرتفعه الصبح زي الوقت اللي احنا واقفين فيه دلوقتي. احنا بيتم اصابه لو النبات بعد العقد ما اداش نمو خضر يغطي الثمار، بتصاب بعمليه اللفحه، لفحه الثمار ومؤلسعة الشمس، التشقيق، تشقق بتاع الثمار، وده نقص الكالسيوم وعدم انتظام في زياده الميه، وزياده استخدام الازوت برضه بيؤدي لعمليه التشقيق نفسها.
اكيد. وزياده استخدام الازوت كمان بيقلل امتصاص عناصر تانية، يعني بيقلل زياده امتصاص العناصر تخمه، يعني هو مشكله على التربه وعلى النبات وعلى كل حاجه. وبعض الاصناف حساسه طبعا نقص الكالسيوم، فبننصح الاخوه المزارعين بعد العقد زياده الكالسيوم لزياده حجم الثمار وعدم عدم اصابه النبات الثمار بالطرف الزهري بلوسمرت، عفوا اللي هو الطرف الزهري بيصاب بالقطعه السمراء. في ناس بتتشابه معاهم او بتختلط عليهم الامور ان دي ندوه، لكن هي اساسا نقص كالسيوم. فلو اهتم بالكالسيوم في الفتره ما بعد العقد ما بتظهرش عنده الاصابه دي. احنا عايزين نبايس كمان بين اصابه الطماطم بالفيروس والتوقع البكتيري، عشان دي الاثنين يمكن يدونا نفس الاعراض تقريبا، او في اعراض متشابهه او مشتركه بين الاثنين. التوقع البكتيري يعني هنوريكم الصور دلوقتي، عباره عن نقط على الورقه نفسها وعلى الساق، وبعد كده هنلاقي النبات بيشيط من تحت، بيبقى بيدي اسود من تحت كده، بيشيط من تحت لفوق، هتدوا يعني هيدي اعراض شويه قريبه من الفيروس. مش عايزكم تدخلوا المواضيع ببعض. الموضوع هنا اصابه يعني التوقع بتبدا من تحت لفوق. ايوه، بتبقى عبارة عن نقط سمراء بتبدأ في الورقة القاعدية، ومع تقدم العمر بتبقى بتسيب الورقة كاملة. إذا استخدمت مبيض فطر قوي بيؤدي لسوداد الورقة، كأن أو بمعنى أصح مبيض الفطر بيجيب نتيجة بيقضي عليها، فبيقضي على الورقة تامة. لكن الإصابة بالفيروس بتبدأ من القمة النامية للنبات. أيوة، وإحنا نازلين لتحت القدم بعد كده. يعني هو ده اللي احنا حبينا ننوه عنه عشان نعرف الفرق، التبقع البكتيري من تحت لفوق، الفيروس من فوق لتحت، بس كده. جميل. والتبقع البكتيري بنصح الاخوه المزارعين انه ما يشتبهش عليه ببعض بالندوه البدائيه او الندوه المتاخره. فلازم يهتم بالمضادات الحيويه، مضاد حيوي فطري البكتيري مع الاتوسيد. وفي كذا حاجه نازله جديد للاصابه. طب ايه يعني؟ ما يكلفش نفسه حاجه مثلا، ما يكلفش نفسه في استخدام المبيدات الفطريه الزياده، لاني وبنصح في حاله الاصابه بعد الاتوسيد استخدام المضادات بكتيريه اللي هي بتاع البيطري، الاتوسي الاوكسي تتراسايكلين مع الاستريبتوميسين بالتبادل، لعدم البكتيريا ما تاخدش مناعه. طب جرعات ده هيخش في السمرات مش كده؟ لا، ده كله رش، مفيش تسميد. كله رش. يعني ما ينفعش في السمرات. لا، الاستخدام بيتم بالرش، كله رش فولي. كويس، يعني الفطر بالرش والمضاد الحيوي البيطري اللي هشتغل بيه. ده افضل بالرش. افضل نتيجه جابت لنا بعد الاتوسيد هو المضاد البيطري، الستريبتوميسين والاوكسي تتراسايكلين مع بعض. جميل 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 جدا. طب بنحطهم جرعات قد ايه تقريبا؟ يعني بنحط 200 جرام من كل نوع مع بعض. 200 جرام دول على 200 لتر ميه. على 200 لتر ميه. او بنصح الاخوه اللي يشتغل بالموتور يخلي باله من العماله، لان طبعا هو الاساس عنده العامل. العامل ممكن تكلف مبيدات تكلف كل حاجه، بس العامل بيسيب جزء ويشتغل على جزء. فالاصابه ما بيقضيش على الاصابه، فبتتجدد عنده بالتاني يوم او ثالث يوم يتفاجئ بيها تاني. جميل. باشمهندس صبحي، خلينا نطلع فاصل ونرجع تاني نكمل رحلتنا مع الطماطم. اتفضل. جميل. اعزائنا المشاهدين، فاصل ونواصل، تابعونا.